تزامن إعلان انتهاء جولة مشاورات الكويت مع إعلان الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. العملية العسكرية التي أعلنها الجيش اتخذت شكل المعركة الحاسمة، أو هكذا يقول قادتها العسكريون، ويفترض أنها تأتي في سياق العودة للمسار العسكري لتحرير العاصمة صنعاء وإسقاط سلطة الميليشيا بعد فشل المسار السياسي. وهو الأمر ذاته الذي كان يشير إليه الناطق باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، وهو يؤكد أن عمليات إعادة الأمل ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات، مضيفا أن التحالف العربي يدعم عمليات الجيش الوطني داخل الأراضي اليمنية، وفي نفس الوقت سيتصدى لما أسماه تجاوزات الميليشيا على الحدود السعودية. في المحصلة المبدئية لعمليات الجيش الوطني والمقاومة في نهل، تمكنت هذه القوات من تحرير عدد من المواقع العسكرية المهمة التي كانت تسيطر عليها الميليشيا، وأبرزها جبل المنار المطل على مركز مديرية نهم، وهو ما يجعل مواقع الميليشيا في المناطق المحيطة وفي مديريتي بني حشيش وبني الحارث في مرمى نيران المقاومة والجيش الوطني. الحدود مع المملكة العربية السعودية هي الأخرى تشهد مواجهات هي الأعنف منذ أسابيع، وقال سكان محليون إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السعودي وميليشيا الحوثي على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن. هي العودة إلى المسار العسكري، ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بعد. هل هذه العودة نهائية وستتواصل حتى العاصمة، أم أنها مجرد مناوشات للضغط على الميليشيا بعد إفشالها للمسار السياسي وإنهاء المحادثات بدون أي تقدم؟